مخبرات الأسواق العالمية ينضم إلينا مباشرة من أبو ظبي كبير استراتيجي الأسواق في ADS Securities نور الدين الحموري. أهلا بك معنا نور الدين. نبدأ معكم من هذه التراجعات في أسواق الخام والبيانات الاقتصادية التي يعني موجودة بكثرة اليوم على الساحة العالمية بين الصين بين أوروبا وما ننتظره من الولايات المتحدة. نعم، أول رقم هو أهم رقم شهدناه كان بنهاية الأسبوع الماضي يوم الجمعة عندما تم انخفاض أو تباطؤ في ارتفاع نسبة الويجز أو الرواتب الأمريكية لأدنى مستوى لها في التاريخ. هذا الشيء أدى إلى تخفيض توقعات نسبة توقعات الأسواق بأن يتم رفع أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل إلى 30% فقط من أصل التي كانت عليه قبل الأرقام إلى حوالي 70%. اليوم أيضا مع الأرقام الصينية بالإضافة إلى ذلك لازالت تضغط على أسعار النفط من جديد، لازالت حتى خلال الجلسة الحالية كل من برنت وأيضا خام غرب تكساس كلاهما ينخفض بأكثر من حوالي 2% بالنسبة لبرنت، 1.5% بالنسبة لخام تكساس. في الوقت الحالي هذه النظرة الضبابية نوعا ما وكثرة الأرقام وتضاربها هذا الشيء الذي سيؤدي من جديد إلى حالة من قد تكون حالة عدم استقرار من على الأقل في أسواق الأسهم كما هو الحال في أسواق العملات الذي شاهدناه طوال فترة الأسابيع الماضية حتى يتم الإعلان بالفعل في سبتمبر. هل سيقوم الفدرالي برفع أسعار الفائدة أم لا؟ حتى ذلك الحين تداولات في نطاق ضيق، هذا الشيء في الغالب ما سيحصل. أستاذ نور الدين، يعني هناك أسواق أوروبية لم نأتي على ذكرها مؤخرا، ولكن في بعض الدول هناك أزمات اقتصادية في إسبانيا في البرتغال في إيطاليا، هناك أيضا أزمات مالية في ظل ما تشهده السوق اليونانية، ما هو حال هذه الأسواق؟ من الصعب الحديث عن ذلك في الوقت الحالي لأنهم تركوا السوق ينخفض بحوالي 30% وهي أكبر نسبة انخفاض في تاريخ أثينا، وأيضا هو أكبر انخفاض بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي بشكل عام. نعم. هذا الشيء إنك يعني تعيد الأسواق من جديد دون أن تأخذ يعني نوع من على الأقل كما حصل في البورصة المصرية فترة الثورة عندما كان يتم إغلاقها أو وقفها عند انخفاض بحوالي 5%. عدم وجود هذه القوانين نوعا ما سيؤدي إلى مزيد من فقدان الثقة في هذه الأسواق خصوصا في أثينا طبعا، لكن أمام الاتحاد الأوروبي بشكل عام إلى الآن شهدنا استمرارية في الارتفاعات حتى نهاية الجلسة اليوم. وبالنسبة للأسواق الأمريكية في ظل البيانات المرتقبة، هل سنرى إحجاما عن المخاطرة أكثر في سوق الأسهم؟ أعتقد ذلك بالفعل لأنه من جديد تضارب الأرقام خلال أكثر من حوالي شهر إلى الآن. لا ننسى أنه منذ بداية العام الجاري كانت التوقعات تشير إلى مارس ومن ثم شهدنا أرقام سلبية قلنا بسبب كانت الطقس السيء، والآن قالوا أنه يجب علينا في يونيو أتى ولم يتم رفع أسعار الفائدة، تم تأجيلها إلى سبتمبر وحتى الآن سبتمبر مرشحة إلى ذلك حتى نهاية العام، قد يكون في ديسمبر أو قد يكون في العام 2016. في الوقت الحالي لا نعلم، أرقام الأسبوع الجاري هي التي ستحدد وبناء عليه تضارب الأرقام التي شهدناها خلال الأسابيع الماضية قد نشهد منها سحب سيولة من الأسواق حتى يتم أو نشهد بشكل واضح ما هو الذي سيحصل، ما هي الأرقام وما الذي سيقرر الفيدرالي في النهاية. هل سنرى إقداما أكثر على العملات وعلى ما يعتبر ملاذ آمن، وأين هي النظرة الاستثمارية حاليا أو التوصيات الاستثمارية؟ نعم، بالنسبة لأهم العملات التي لازلنا ننظر إليها منذ حوالي أكثر من شهر اللي هي الجنيه الاسترليني. الجنيه الاسترليني طالما استقر من جديد فوق مستويات 1.55 إلى ما بين 55-50 تقريبا، هذا الشيء يد بدافع من أولا الأرقام الاقتصادية الإيجابية التي شاهدناها من المملكة المتحدة، أيضا ارتفاع نسبة الويجز أو اللي هي الرواتب بالمقارنة مع التضخم، هذا الشيء وصلنا إلى أعلى مستوى منذ العام 2007. البيس أو البيس أوف بازل أو اللي هي القطعة الأخيرة التي ينتظرها البنك المركزي هي قطعة التضخم، هذا الشيء الذي قد يتحسن في العام 2016، لذلك الأسواق ستعود وتبدأ بتسعير رفع أسعار الفائدة للجنيه الاسترليني أمام معظم العملات العالمية كما حصل في بداية العام الجاري عندما كان الجميع يقوم بتسعير رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وبناء عليه شهدنا حركة شراء للدولار بشكل كبير مما أدت إلى ارتفاعه إلى حوالي 30% أمام معظم العملات العالمية، هذا الشيء قد يحدث أيضا للجنيه الاسترليني. كبير استراتيجي الأسواق في ADS Securities نور الدين الحموري، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. أهلا وسهلا. إلى هنا ختام هذه النشرة الاقتصادية.